دشن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الجزء الثاني من كتاب التراث العالمي في البلدان العربية بدعم من مجموعة جي اف اتش المالية. جاء ذلك خلال احتفالية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية في العاصمة الرباط بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة إن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يكرس كافة قدراته المالية والتقنية لمساعدة الدول العربية على النهوض بجهود حفظ وصون تراثها الثقافي والطبيعي وصولا إلى الازدهار والنماء والتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص من أجل خير وصالح العمل الثقافي في البحرين. من جهته أكد السيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش أن الشركة تولي دعم المشاريع أهمية بالغة لكونها تساعد على تعزيز الوعي الثقافي والتفاهم ونقل المعرفة بالتقاليد القديمة إلى العالم الحديث. من جانبه أشاد الدكتور محمد الفران بالنسخة الثانية من كتاب التراث العالمي في البلدان العربية، مشيرا إلى أنه يتميز بالشمولية في توفير المعلومات حول جميع مواقع واقع التراث العالمي في منطقتنا العربية. هذا اللقاء اليوم لتدشين الجزء الثاني من كتاب معالم التراث الوطني العالمي العربية المسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي. اخترنا المغرب كمحطة أولى، كمحطة عربية ندشن فيها الكتاب الذي تم تدشينه للمرة الأولى في اليونسكو، وحالت ظروف الكورونا عن تدشينه كما تم الترتيب له في المغرب. اليوم بعد انقضاء هذه الجائحة نلتقي في الرباط لندشن هذا الكتاب ونحتفل معا بهذه المواقع التي نعتز بها، فهي ثروتنا الوطنية في كل الوطن العربي.